هاي يا جماعة، حابة اعمل معاكم لايف ابديت بما ان انا يعني بحب اوريكم ان انا بسافر والف العالم باقامات مجانية. بس النهاردة حلقة النهاردة انا جاية اقول لكم على الجوانب السيئة من التجربة. وبصراحة خلال السنتين دول ما قابلتنيش اي تجارب سيئة غير التجربة اللي انا هحكي لكم النهاردة عليها. طبعا ان انتوا عارفين ان انا بسافر وبلف حول انحاء العالم وبقعد في اقامات مجانيه فور فري مقابل تبادل خدمي، ان انا اخد بالي من الحيوانات الاليفه الموجوده في المكان او ان انا اروي النباتات الموجوده في البيت. كان احد التجارب ان احنا مفروض هنقعد في مكان لمده شهر 4 اسابيع. بصراحه البيت كان جميل جدا والتجربه كانت جميله، بس للاسف بعد اسبوعين اضطرينا ان احنا نسيب البيت، وده لكذا سبب وهقوله لكم في حلقه النهارده. دي صاحبه البيت، هي بني ادمه جميله جدا امريكيه، كانت ناويه تزور بيتها التاني الموجود في هاواي، وعندها حصان وعندها طيور زي بط وفراخ، وعندها 3 كلاب وعندها عصافير كتير. فقالت ان هي ناويه تسافر ويا ريت ان احنا نيجي نقعد في البيت بتاعها الموجود في نص الصحراء لمده شهر. وبصراحه لما عملنا ليها زياره للمكان، هي عزبتنا عندها في البيت واخدنا الكوفي واتفرجنا على البيت والدنيا كانت تمام، وقلنا مش مشكله حتى لو هو شويه في نص الصحراء، بس هو مش بعيد عن المدينه، بس يعني اتس اوكي بما ان احنا معانا العربيه بتاعتنا القديمه الفورد. قعدنا في البيت اسبوعين بس بصراحه ما قدرناش نكمل المده كلها لغايه شهر. اول سبب حصل لنا ان بعد اسبوعين اكتشفنا ان المكان مبني بشكل صديق جدا للبيئه، بدرجه ان احنا يعني ممكن اوقات كتير جدا ما يكونش عندنا ميه، واوقات كتير او تقريبا كل يوم الكهرباء بتقطع كل يوم الساعه 4 الفجر، فالجو حر ومفيش مراوح، فكان ان احنا كل يوم نصحى من كتر الحر الساعه 4 الفجر او 5 الفجر، لان البيت مش مفيهوش كهرباء، هو نظام اللي هو السولار باور اللي هو بالطاقه الشمسيه. فالبيت بتاعها جميل وكل حاجه، وهحط لكم فيديوهات صور البيت، بس البانلز بتاعتها كانت قديمه جدا، وخاصه ان احنا في سيزون في سحاب كتير، فما كانتش يعني بتخزن طاقه كتير، فكان ممكن ان احنا نقعد ليله من غير كهرباء بسبب ان السولار بانل بتاعتها ما خزنتش، او ان احنا مثلا اتفرجنا على التلفزيون بالليل. فكان السيستم خلال الاسبوعين دول ان من الساعه 5 ان احنا بنحاول نقتصد جدا في الكهرباء. طبعا طول النهار ما بنحتاجش كهرباء لان ضوء النهار بيبقى متوفر، بس المراوح طبعا كل واحد قدامه مروحه سواء انا او زوجي. بالليل بقى بنشتغل على لمبه واحده بس، يعني حتى اللابتوبز بتاعتنا بنشحنها عشان لو احنا مثلا ايه واحنا بنتعشى بالليل حبينا نتفرج على حاجه، فمش هنقدر ان احنا نفتح التلفزيون، لان احنا لو فتحنا التلفزيون الكهرباء هتقطع علينا بالليل، وهنصحى من الحر، وهنصحى تاني يوم هيبقى مودنا مش حلو بسبب ان احنا ما نمناش كويس. فدي كانت مشكله، ان البيت كان جميل وكل حاجه بس الكهرباء ما كانتش متوفره، او متوفره بشكل محدود قوي، يعني بشكل فعلا ان احنا اتخنقنا، ان انا بالليل مش هعرف اشتغل لو اللابتوب بتاعي خلص الشحن انا مش هعرف اشحنه. انا عايزه وانا بنام بحب يكون في ضوء قريب مني، فده ما كانش مسموح او ما كانش متاح، لان لو 6 لمبه مفتوحه الكهرباء هتقطع عليا. فكان جوزي بينام بمروحه وانا بنام بمروحه، وبالليل لو بنشتغل او بناكل او بنعمل حاجه هي لمبه واحده بس اللي بتبقى موجوده او شغاله. وطبعا الميه زي ما قلت لكم بتبقى ليميتد جدا، كانت محدوده خالص، ان احنا يعني بنحط الميه في بوله كده ونغسل الصحون كلها من نفس ميه البوله، بعد كده بنديها شطفه سريعه سريعه. فبصراحه السيستم ما كانش مريحني، ان بحس ان الاطباق ما كانتش بتتنضف بشكل ان هو مريحني، انا لازم الطبق كده يعني افنق يعني اغسله كويس جدا بالميه. وكمان هي كان عندها نظام ريسايكلينج وده حلو جدا، وانا بحترم اللايف ستايل ده جدا يا جماعه. يعني انا اتمنى ان انا اعيش في بيتي يبقى يعني ارثي، ان هو يكون صديق للبيئه، بس بصراحه الموضوع الامكانيات محدوده جدا، واحنا فرافير يعني احنا متعودين على حياه لكجري، ان احنا بيبقى عندنا غساله الاطباق، مع ان انا مش من النوع اللي بحب غساله الاطباق، انا بحب اغسل الحاجه بايدي، بس يكون المياه متوفره. طبعا واحنا بنستحمى لازم نبقى واخدين بالنا ان احنا ما بنستخدمش كتير ميه، يا دوبك بس حرانين فنبل جسمنا بميه بسرعه ونقفل الميه عشان بنخاف المياه تخلص، لان النظام برضو هي ما عندهاش مواسير مياه، هي عندها خزان مياه وحاجه اسمها البيبه هنا بتيجي تملا الخزان
وبتمشي. وبيجي الجنايني مرتين في الاسبوع بيسقي الجنينه، فكنا بنحس ان الجنايني بيسقي الجنينه كتير قوي لدرجه ان احنا ما بيبقاش عندنا ميه ان احنا نستحمى بيها، فكان الموضوع صعب. فهي كانت في الاجازه بتاعتنا، فاحنا كنا الصراحه الوقت مفيش كهرباء مفيش ميه، فحسينا ان احنا عملنا لها قلق، وهي ما كانتش مبسوطه قد كده من النظام اللي احنا كنا وينجي او كنا شويه في مشكله فهي كانت مش مرتاحه واحنا كمان ما ارتحناش. تالت حاجه بصراحه بقى، يعني هو بيقول لك ايه، كل دخلت بيت يعني اقدام. احنا العربيه بتاعتنا قديمه جدا يا جماعه، والعربيه الفان بتاعتنا قديمه جدا، يعني موديل 94 حاجه زي كده. بس لا، الفان دي يعني احنا عملنا لها صيانه، وانتوا طبعا لو شفتوا فيديوهات التخييم بتاعتي احنا رحنا بيها اماكن نائيه بعيده جدا. يعني احنا بنحب الفان دي لانها جدا يعني ما وقفتش الحمد لله، ما عطلتش، ما حطتناش في اي موقف وحش، مع انها قديمه. وعملنا كامبينج في اماكن كتيره جدا نائيه، ومشينا فيها على اماكن يعني غير مستويه، وطلعنا ونزلنا ورحنا حته بعيده جدا جدا اسمها جيريرو نيجرو. دي كنا اخذنا مثلا اسبوع على ما نوصل المكان ده، كنا كل يوم بنسوق 8 ساعات في اليوم عشان نوصل للمكان اللي اسمه جيريرو نيجرو ده، واللي احنا عملنا فيه سنوركلينج او عمنا مع الجري ويلز. وطبعا انتوا شفتوا الفيديو، هحط لكم اللينك برده بالديسكربشن بوكس لما الويلز جت سلمت علينا وبستنا، وبصراحه المكان بعيد جدا. فالفان بصراحه سبورتد لينا بشكل ان احنا بنحبها. فاللي حصل ان العربيه الفان بتاعتنا وقفت، يعني ايه، لما اديناها للميكانيكي الميكانيكي قال لي خلاص باي باي، العربيه الفان ما عادتش هتشتغل فور ايفر. ايه ده انت بتهزر، احنا في نص الصحراء احنا محتاجينها جدا، واحنا عشان نعمل مشاوير الشوبينج بتاعتنا رحنا نجيب طلبات البيت لازم محتاجين عربيه. وان احنا كمان دي البيت بتاعها، حتى الغساله موجود في البيت بتاعها في نص البلد، يعني احنا عشان نغسل هدومنا ونعمل وننشف هدومنا في حاجه اسمها تامبل دراير اللي هي المجفف، فلازم نروح بيتها التاني اللي في كابو اللي في نص البلد، هو شقه صغيره قوي. فهي احنا اصلا كنا موجودين في البيت ده عشان ناخد بالنا من الحيوانات بتاعتها، فكده ما فيش عربيه. فاحنا بصراحه لما طلبنا قلنا لها عربيتنا خربت، فهي بصراحه اونستلي ما كانتش متعاونه، هم عندهم عربيتين، وطبيعي ان صاحب البيت لو البيت نائي ان هو من نفسه يدينا اوفر ان هو يعني يقول لنا اتفضلوا العربيه بتاعتنا، خاصه ان هم عربيتهم ما كانتش اللي هي احدث موديل، احنا سوقنا عربيات احدث موديل يعني من عربيته بكتير. فلما يعني قلنا يا جماعه احنا عربيتنا خربانه واحنا في نص الصحراء وكده، فهم ما كانوش متعاونين، فدي كانت حته برضو زعلتنا منهم شويه ان هو ليه، يعني العربيات مركونه قدام البيت بس احنا كمان مش نقدر نستخدمها. فقلنا اوكي، يعني دي حاجه طبعا حسب رغباتهم وحسب حريتهم الشخصيه. فاضطرينا ان احنا ناجر عربيه حديثه الحمد لله جميله جدا، وخاصه في الجو حر بصراحه مستمتعه جدا بالتكييف ومش عارف ايه، والعربيه بتاعتنا القديمه خلاص يعني كده اللي هو باي باي. فدي كانت تالت بوينت كده، حسينا ان احنا برضو البيت احنا زعلانين احنا مش مرتاحين. طبعا عملت لكم فيديوهات قبل كده في زيارتي للبيت بتاع ديدي بالحيوانات بتاعتها، هي عندها حيوانات كتيره جدا، وهي اساسا فيجن اوكي، فهي حتى الفراخ والبط بتوعها عندهم 15 سنه و17 سنه، ما اعرفش هي يعني كانت جايباهم ليه، بس زينه فاهمين كده. وعندها ثلاث كلاب، اتنين كبار وواحد صغير اللي هو شيواوا، وعندها حصان. الحصانه بتاعتها دي كان عندها تقريبا 27 سنه، كانت يعني هاف بلايند، كانت عمية نص عمية، وكان عندها مشاكل يعني في الجهاز الهضمي، فكان لازم تاخد حقن. بما ان انا دكتوره بيطريه فايتس اوكي ان انا ادي لها الحقن بتاعتها وان انا اتابع الحصان، فانا كنت مبسوطه مفيش مشكله بالكلام. اللي حصل ان احنا قبل ما نيجي اصلا، يعني احنا عملنا زياره لديدي، وهي جت زارتنا قبل كده مرتين في اقامات تانيه احنا كنا قاعدين فيها. وعلاقتنا حلوه جدا يا جماعه، يعني ديدي وزوجها الاثنين اساسا تقريبا داخلين على 70 سنه، بس المينتاليتي بتاعتهم جميله جدا وناس كده حبوبه، واحنا بنحب قعدتهم ومن خلالهم، لان هم اصلا شغالين هنا سماسرا مش سماسرا، يعني اي حد عايز يشتري بيت بيستعينوا بيهم عشان يشتري البيت، زي ريال استيت شغل كده اللي هو العقارات. فهم علاقتهم حلوه جدا بالناس واحنا علاقتنا حلوه، وقلنا ايه طيب لو اشترينا كمان احنا عايزين فكرنا نشتري هنا، فهناخد رايهم طبعا ونستعين بيهم. فهم يعني مقربين لنا جدا واحنا بنحبهم، وزرناهم وزارونا كذا مره وعملت لهم كذا مره اكل وليمه حلوه يعني. ف قبل ما نروح بقى يعني ناخد الهاوس سيتنج ده، الحصان
كانت هي اساسا كانت بتقول ان انا اتمنى ان الحصانه يعني تموت، عشان خلاص يعني، يعني هي مشاكلها الصحيه كانت كتير، وهي كانت ضد ان هي تحط الحيوان يعني اللي هو الموت الرحيم، هي كانت ضد ده ان هو ده، فقالت هي هي تاخد وقتها، بس انا اتمنى ان هي يعني تنتقل عشان لراحتها وراحتي كمان نفسيا. فقبل اساسا ما نعمل الهاوس سيتنج كانت الحصانه ماتت، وكان انا قلت لكم البيت في نص الصحراء، فكان في زي فوكس او اللي هو القط البري اكل الفراخ، وايه كمان يعني، خلص الفراخ والبط خلاص ماتوا. العصافير ده احنا في وقت اقامتنا كان موجود في عصافير كتير جدا، وفي بيض كمان يعني، كان العصافير هتفقس. فزي ما قلت لكم البيت في نص الصحراء، ففي حاجه اسمها الراتلس اللي هي التعبان بتاع اللي بياكل الفيران. فاول ما اول يوم وصلنا البيت اصلا، لقينا كنا رايحين ناكل العصافير، لقينا التعبان اساسا هو مش يعني مش سم قوي للبني ادمين، طبعا عضته صعبه او البايت بتاعته مش احسن حاجه، فموت له عصفورين بعد كده. فكان وقتها الجنايني موجود، فنادينا الجنايني قلنا له لو سمحت ممكن تشيل التعبان ده، فشاله. بس بعد كده مع ان القفص متحوط بمش يعني التعبان صعب ان هو يدخل، مفيش فجوات في القفص، فالتعبان جه بالليل وخلص على العصافير ما عدا عصفور واحد. فقلت حرام يعني كده العصافير عماله بتموت، هو خلاص التعبان عارف ان في هنا عصافير، فخدت العصفور ده دخلته جوه البيت. بس قلت لزوجي انا خايفه العصفور التعبان بيحس بالذبذبات، هيعرف ان في عصفور جوه البيت وهيدخل جوه البيت، بس انا صعبان علي اسيب العصفور بره. فعايزه اقول لكم طول ما انا نايمه اساسا بحلم بالتعبان. انا بكره التعبين، وال يعني اكتر حيوان بكرهه هو التعبان والفيران، الفيران بقرف منهم جدا. فالقصة يعني مضحكة، غير بقى ان احنا كنا بنشوف في البيت سبايدرز وعقارب، لان المكان في نص الصحراء. بس انا مش من نوع الفرفور يا جماعة، احنا رايحين وعارفين ان المكان في نص الصحراء، وانا من الشخصيات اللي بحب المغامرة والاكشن، فقلت يلا ليتس تراي ات، وانا انا انا عايزه اشوف تعبين، وانا عايزه اشوف سبايدرز، وعايزه مش عارف ايه والكلام ده. فاحنا لما رحنا وصلنا الهاوس سيتنج ما كانش فيه حصان، ما كانش فيه، خلاص العصافير ماتت والفراخ ماتت، ففاضل ايه بقى في البيت؟ التلات كلاب. فهي عندها تلات كلاب، كلبين كبار جمال جدا، احنا اتعلقنا بيهم خلال الاسبوعين دول، لان هم ريسكيو، والقصه بتاعتهم ان هم كانوا بيتعذبوا يعني. واحد من الكلاب اساسا رقبته عليها مارك من ايام ما هو كان مربوط وبيتعذب. الكلب التاني بيت بول كان اساسا بكلب ان هو زي بيسموها زي بيحط يعني بيربطوه في شجره، عشان لو عايزين يصطادوا حاجه تانية او يصطادوا كلاب فبيحطوه هو في الشجره عشان يبقى زي الطعم. فكانت الكلاب تيجي تعضه يعني اتعذب يعني، حتى عنده رجله مكسوره، ف يعني هو بيمشي وبيجري، اتعمل له عمليه وبقى كويس كمان، فالتاريخ بتاعهم اثر. بس هما الاثنين كيوت فاحنا اتعلقنا بيهم. فدي خافت ان الكلب بتاعها الشواوه يتاكل من القط البري، لان الكلب صغير جدا، فقالت يا جماعه خلي بالكم، هو اسمه تاكر، لو طلع بره ممكن القط يجيبه، القط اكبر من الكلب. فهي عملت ايه؟ فهي خافت، قالت لا انا مش هجازف، لان الكلب ده هو كلبها الشخصي، الكلبين التانيين هما انقاذ، فهي سابتهم في الرانش بتاعها، هو البيت بتاعها رانش يعني 12 طن ايه اسمها ايه المساحه، مش عارفه اكتب لكم على الشاشه. لا انا هسيبه مع حد تاني في المدينه عشان ابقى امان جوه شقه، عشان انتوا ممكن لو سهيتوا الكلب يتاخد في ثانيه. فبصراحه كان في اكشن كتير جدا، مع ذلك كان كله تمام. فده رابع حاجه الاكشن بتاع الحيوانات. فاحنا كنا قاعدين في الهاوس سيتنج، عاملين هاوس سيتنج في البيت بتاعها للكلبين وبس. بس بقى مع مشاكل المايه، مشاكل الكهرباء، بصراحه ما ارتحناش. فاحنا وهي كانت يعني تقول انا عايزه اركز في اجازتي، طب احنا ما عندناش مايه نعمل ايه؟ فكان في شويه زعل في الحته دي. هي فاكره ان هي شخصيه جميله جدا، بس هي فاكره ان كل حد هيجي هيقدر يعني، هو ده اللايف ستايل بتاعها، او هي عايشه على اللايف ستايل ده بقالها سنين. وهي عندها اربع بيوت، بتتنقل من اربع بيوت، واحد في المدينة، واحد في مكان تاني، واحد اتنين في مكان تاني، حتة اسمها تودو سانتوس. والرانش بتاعها ده اول بيت اشتريته من سنة السبعينات، او اول ما جات مكسيكو، وانا كنت عاملة معاها لقاء. يا جماعة احط لكم لقطة كده، لما جات زارتني وعملت لها عملت لهم اكل جميل،
وعملت معاها لقاء كبيت سيتر او هاوس سيتر وبيت اونر او هاوس اونر. فهي كست يعني كبيره في السن، هي عايشه اللايف ستايل بتاعها ده. يعني هي لو المايه قطعت عندها بتروح بيتها التاني، مفيش مشكله، بينهم 20 دقيقه 25 دقيقه، تروح بيتها اللي في نص المدينه ما عندهاش. هي كل يوم بتروح الاوفيس بتاعها، هو الاوفيس بتاعها في نص المدينه في منطقه اسمها كابو، ده في نص يعني في منطقه حيه جدا، منطقه كابو دي زي سيتي كده جميله فيها سياح كتير جدا. فهي كل يوم بتروح الاوفيس، والاوفيس ده عباره عن شقه كبيره، وده اللي كنا بنروح نغسل فيه الهدوم بتاعتنا. فاحنا كنا نراكم الهدوم عشان نروح اخر الاسبوع نغسل في الاوفيس بتاعها اللي هو شقه وجوه الاوفيس بتاعها المكتب بتاعها. وانا قلت لكم ان هي شغاله في العقارات، فكان في هاسلز كتير في الموضوع، في دوشه كتير، دوشه ليها ودوشه لينا. فهي بالنسبه لها هي ما كانتش واعيه ان اللايف ستايل ده مش هيناسب اي حد، ان هو خاصه احنا على فكره انا وزوجي من الاشخاص اللي احنا بنعرف نتعامل. انتوا شايفين احنا كنا بنعمل كامبينج في الصحراء بعربيه وبامكانيات بسيطه جدا جدا، وكنا مبسوطين والدنيا تمام. بس البيت بتاعها كان بصراحه يعني ضايقنا لاقصى حد، ان احنا مش عارفين نتفرج على التلفزيون. انتوا بتهزروا؟ يعني احنا لما كنا بنعمل كامبينج اصلا كان معانا السولار بانل بتاعنا ب 24 ساعه يعني شغالين عليه، بنشحن بطارياتنا تليفوناتنا لابتوباتنا، بنتفرج كل واحد ماسك فينا لابتوب شغال طول الليل عادي براحتنا. بس بيتها كان بصراحه يعني بيضايقنا انوين جدا. خامس حاجه او انتوا عدوا بقى، حصل حاجه غريبه كده. انا قلت لكم عربيتنا خلاص اتكلت على الله، هي في المستشفى. اخر حاجه ان قبل اساسا ما نيجي نروح نعمل لها هاوس سيتنج، حصل ايه بقى؟ احنا كنا احنا شفنا احنا حاجتنا كتير، احنا بقالنا سنتين بنسافر، فمعانا حاجات كامبينج وكل واحد فينا معاه شنطتين، ومعانا حاجات المطبخ بتاع، احنا معانا موبايل كيتشن يا جماعه، الكيتشن بتاعنا فيه حاجات كتير لان انتوا عارفين ان انا بطبخ في البيت. فقلنا لها قبل ما نوصل اليوم اللي احنا هنوصل عندها، احنا عايزين نسيب الحاجات عند الشنط بتاعتنا عندك عشان احنا رايحين مكسيكو سيتي ولما نرجع تاني ليكي. فقالت ماشي، بس ما تسيبوش الحاجات في البيت اللي هو في الرانش، سيبوه في الاوفيس بتاعي اللي هو في منطقه كابو اللي هو الشغل بتاعها. فروحنا حطينا شنطنا، كل متعلقاتنا الشخصيه الغاليه جدا، جوزي معاه عده غطس غاليه جدا، حاجات الشخصيه، حاجات الكامبينج، على فكره ادوات الكامبينج غاليه جدا، السولار بانل والثلاجه واسمه ايه والايكو فلو ذات نفسه اللي هو بيشحن، الحاجات دي غاليه. فروحنا سيبناها في الاوفيس. ايه اللي حصل؟ رحنا مكسيكو سيتي، وده لما رحت عشان اطلع الفيزا بتاعت يوكي، واخدت فيزا يوكي، باركولي في الكومنتات. وقعدنا هناك في مكسيكو سيتي 3 ايام، بعد كده رحنا منطقه اسمها زواتي نيهو، قعدنا بتاع اسبوعين ثلاثة، بعد كده رجعنا مكسيكو سيتي تاني عشان ناخد الباسبور بتاعي بالفيزا بعد ما طلعت، بعد كده طرنا من مكسيكو سيتي للمنطقه اللي هي اسمها كابو او باها كاليفورنيا، باها كاليفورنيا بينطقوها كده. فلما سيبنا حاجتنا في الاوفيس بتاعتنا، تصدقوا ايه اللي حصل؟ تخيلوا، المكتب بتاعها اتسرق. لحظنا يعني، هي بقالها سنين سنين، هي بقالها 70 سنة، هي عندها حاجة و70 سنة، عندها حاجة و60 سنة، شيلوا منهم 20 سنة، هي بقالها هنا في مكسيكو 30 سنة 35 سنة ما اتسرقتش. لما المكتب اتسرق، المكتب بتاعها كبير جدا وفي حاجات كتيرة جدا جدا فيه، يعني حاجات قيمة، برينتر وتلفزيون يعني، في وعجل غالي، وعندها حاجات كتير، الاوفيس بتاعها كبير جدا يا جماعه، شقه كبيره جدا، اتسرق من عندنا حاجات. بس هي لما دخلت المكتب بتاعتها شافت شنطنا مقفوله عادي، بس احنا كان يعني كل واحد معايا شنطتين كبار وفي حاجات فوق الشنط، حاجات الكامبينج. فلما دخلوا سرقوا حاجات الكامبينج بتاعتنا، الحاجات اللي هي سهله تتشال، وسرقوا من عندها حاجات وسرقوا من عندنا، هم كانوا شخصين بيقولوا. فسرقوا من عندنا حاجات غاليه جدا، ومن احدهم الدرون بتاعنا، الدرون بتاعنا اتسرق، وحاجات المعدات من الكامبينج بتاعتنا اتسرقت. فهي لما دخلت المكتب ما عرفتش ان هي شافت شنطنا مقفوله، الحرامي ما بيبقاش عنده وقت ان هو يفتح شنط، الحمد لله ان هو فتح الشنط، كان هيلاقي حاجات تانية يسرقها. فما قالتلناش. فلما جينا هي اوريدي كانت سافرت، واحنا رحنا نعمل هاوس سيتنج ليها، فبندور على حاجتنا لاقيين حاجات مفقوده، فبنقول لها انت نقلتي الحاجه مش عارف ايه، قالت لا اصل المكتب اتسرق، بس احنا شفنا حاجاتكم زي ما هي، ما قلنا خلاص ما اتسرقتش. ان انتوا انت بتهزري يعني، حاجتنا اتسرقت. فدي حاجه بقى ان احنا برضو ما حسيناهاش ان هي كانت
يعني تعاطفت مع، احنا زعلنا جدا على الحاجات بتاعتنا اللي اتسرقت وما حسيناش ان هي متعاطفه، يعني ان هو سوري معلش الحاجات اتسرقت، ان هو سوري الحاجات حاجاتنا غاليه. ومواقف تانية كده في حوار السرقه ده مش عايزه اذكرها يعني، فحسينا ان احنا يعني شويه لا احنا المفروض نبعد ومش مرتاحين، وحصل ان كل حاجه وحشه حصلت في اقامتنا في المكان ده، بس الحمد لله اهم حاجه ان احنا بصحه وبسلام وهي بصحه وبسلام، مفيش حاجه يعني خطيره. المهم الحمد لله ان احنا عاملين تامين على نفسنا انا وزوجي، بنعمل تامين وبيدفع كل شهر، فده انصحكم بيه لو انتم مسافرين مده طويله اعملوا تامين. اهميه التامين ده، طبعا التامين بيعوضك اعتقد 70% من قيمة الحاجة، يعني انت لو شارية حاجة بألف دولار هو مفروض ان هو يديكي 700 دولار، لان هو بيقولك مثلا حاجة انت استهلكتيها شوية فبنخصم مثلا 25% من قيمتها. فعملنا ابلاغ ان الحاجات بتاعتنا كذا وكذا كذا اتسرقت، ومفروض ان احنا بناخد تعويض من الانشورنس، بس دي عملية لسه طويلة جدا. فعلا رحنا قسم البوليس وقدمنا ان حاجتنا اتسرقت، وعملنا كليم للانشورنس للحاجات بتاعتنا دي اتسرقت، ودي الفواتير. ودي برضو ميزة حاجة ان انتوا لما تعملوا تأمين لازم اي حاجة تشتروها، يعني مثلا لو انا قلت لهم الجهاز بتاعي اتسرق طيب ابعتيلي الفاتورة بتاعت الجهاز، فلازم يكون معاكم فواتير موبايلكم، فواتير اللابتوب بتاعتكم، فواتير لكل حاجه، عشان لما تعملوا كليم للانشورنس هيقول لكم طيب انا ايش عرفني ان انت كان معاكي الجهاز ده، اديني الفاتوره. فبنديله الفواتير وبنديله بلاغ القسم او البوليس ان احنا حاجتنا اتسرقت، ولغايه دلوقتي احنا لسه ما خدناش تعويض، بس ان شاء الله هناخد يعني. فدي مش عارفه 4 أو 5 حاجات خلتنا ان احنا قلنا لا خلاص يعني. بصي هو كده كده اساسا الحيوانات بتاعتها كانت خلصت، ما كانش فاضل غير كلبين وعصفور. فهي قالت بصي يا جماعه عشان انتوا كمان مش مرتاحين وانا كمان مش مرتاحه، فاحنا اتفقنا ان احنا مش هنكمل الشهر، ان احنا بعد اسبوعين هنسيب المكان. والجنايني بتاعها اصلا يعني هو الجنايني واللي بتيجي تنظف البيت دول بقى لهم 20 سنه بيشتغلوا معاه، فقالت خلاص يعني ما تقلقوش الكلبين ممكن يروحوا يقعدوا في البيت بتاع الجنايني، والجنايني عنده كلب اسمها لاكي جميله جدا. وفي حاجه كمان، الكلبين بتوعها في واحد فيهم اتعض من اللي هي التعبان اللي هو بتاع الحقل ده، فاول يوم وصلنا كان راس الكلب حرفيا يعني انا لو هدوريكوا على فيديو اوريكوا حرفيا كده دبل سايز تريبل سايز، راس الكلب كان 3 أضعاف حجمه. المفروض كأي حد ريسبونسبل كبيت اونر او هاوس اونر ان هو يبلغ الناس اللي هتيجي تقعد في البيت ان يا جماعه خلي بالكم الكلب بتاعي اتعض وده الروتين بتاعه. هي ما قالتلناش اي حاجه، احنا جينا شفنا الكلب اصلا راسه 3 أضعاف، فلما بعتنا لها قلنا لها فريدي معضود وشه وارم ولا الهوا ولا ردت ولا اهتمت ولا اي حاجه. بالصدفه كده احنا بنتكلم مع البواب سوري مع الجنايني، فقال لنا ده التعبان قرصه تمام، ولقينا على اللي هي عندها زي الكالندر بتاعها معلقه على الثلاجه ان الحصان بتاعها مات في يوم كذا وفريدي اتعض يوم كذا. طب مش تبلغينا يعني، انت عارفه يعني احنا لما وصلنا قلنا الكلب جاز اتعض لما بعد ما هي مشت اوكي، لا ده هي عارفه ان الكلب اتعض من التعبان وما قالتلناش، فاحنا زعلنا. احنا انت ليه يعني، انت ليه؟ هي بصراحه يعني والله يا جماعه هي شخصيه جميله، بس هي شخصيه يعني مش اي حد يعرف يفهمها بسهوله يعني. هي اللي هو عادي ما خلاص هعمل ايه، اديته الانتيبيوتيك بتاعه 12 يوم وخلاص هعمل. طب بلغينا، لا هي ما عندهاش اويرنس بالموضوع ده، او هي مش اوير ان هي تقول لنا يعني، او هي اول مره تعمل في حياتها بيت سيتنج ان هي تقبل، فهي اول مره في حياتها ما عندهاش خبره. احنا بقالنا سنتين فاحنا عندنا الجايدز الستاندرد بتاع البيت سيتنج والهاوس سيتنج، عشان كده بعمل استشارات، بقدم استشارات اونلاين ازاي لو انت كمان عايز تسافر باقامات مجانيه حول العالم، ازاي تختار البيوت، ازاي تعمل محادثه او فيديو كول مع اصحاب البيوت، تسال ايه وما تسالش ايه، تحط طلباتك ايه، تطلب وما تطلبش، كل حاجه يعني انا بقدمها في بعرفها لكم في الاستشارات الاونلاين. المهم الموضوع اللي احنا قلنا خلاص ان احنا مش هنقعد في البيت ده، وهي قالت خلاص مش مشكله الكلب والكلب قلنا لها لازم يروح للدكتور عشان يفضي لان كان في صديد هنا كتير. قلت
فكره حرام الكلب بيتعذب وبيتالم. انا طبعا دكتوره بيطريه بس ما عنديش ادوات ما عنديش ادويه مش مسموح لي ان انا معيش بيرميشن هنا ان انا اشتغل. فقلت لها حرام الكلب بيتالم فين وفين. لما اقنعناها ان هي تودي الكلب فعلا للدكتور بيطري عشان يسحب له الصديد ده ويديله كورس انتبيوتيك قوي, وفعلا الدكتور عمل كده زي ما قلت لها. بعد كده قالت خلاص مش مشكله ان الكلب ممكن يروح يقعد مع الجنايني الكلبين والعصفور اللي بقى من كام عصفور كانوا بين 7 أو 8 وفي بيض والتعبان اكل البيض كمان. المهم يا جماعه فقلنا خلاص. فبالصدفه واحنا انتوا عارفين البيت ده انا كنت قاعده فيه قبل كده وعجبكم جدا ان هو شبه بيت العصافير ده, فصاحبه البيت اسمها تشاتشا جميله جدا. واحنا دايما زي ما بقول لكم دايما في الهاوس دي بنبقى علاقتنا حلوه باصحاب البيوت ودايما بنتابع معاهم ونبعت لهم ومش عارف ايه. فبالصدفه بنكلمها بنقول لها ده احنا ايه احنا عندنا كده اسبوعين يعني فاضيين. هي اصلا قبل ما نقول لها كانت هي مسافره, هي حاليا انا في البيت بتاعها بس هي مسافره مكسيكو سيتي احنا في منطقه تانية. فقالت يا جماعه ما تيجوا تعملوا هاوس سيتنج او بيت سيتنج لينا. قلنا لها للاسف احنا عندنا بيت سيت في الرانش, بس وقتها ما كناش عارفين ان احنا هيحصل ده وان احنا هنسيب المكان قبل ما هو متفقين يعني. فهي جابت حد تاني عن طريق التطبيق اللي زي ما لكم في لينك الوصف ان انتم من خلاله تقدروا تلاقوا اقامات مجانيه حول العالم 5 ستار. مالكوش دعوه بالرانش, الرانش ده يعني هو درس واحنا اتعلمناه, هي مش غلطتها ومش غلطتنا بس احنا بنتعلم. ودي يعني خلال سنتين دي كانت يعني الغلطه الوحيده اللي احنا عملناها ان احنا قابلنا ان احنا نقعد في مكان ممكن ما يكونش مهيئ لينا او مش يناسب. ممكن حد تاني على فكره ينبسط جدا وتمام, وعلى فكره انا كنت مبسوطه وتمام, بس حته الميه والكهرباء دي اللي قفلوني وان حاجتنا اتسرقت وعربيتنا خربت. فهو كله حصل يعني التزامن سبحان الله حصل فاحنا اتقفلنا. فقالت لها تعالوا اعملوا تشاتش صاحبه البيت. قلنا لها للاسف احنا عندنا هاوس سيت في المكان التاني. فقالت اوكي مش عارف. فهي خلال التطبيق اللي انا سايبه لكم في اللينك تقدروا تلاقوا اقامات مجانيه لقيت حد تاني بياخد ده يعني هو قاعد في البيت. انتوا انا كنت صورت لكم فيديو وعملت لكم روتيني في البيت ده, حط لكم اللينك في الديسكربشن بوكس. فاندي هو اللي قاعد دلوقتي في البيت وهو اللي بيعمل هاوس سيتنج او بيت سيتنج لداتش ونابلا. وقلت لها طب. فبالصدفه بنقول لها خلاص احنا هنضطر نسيب. فقالت لا انا اوريدي لقيت حد. طيب احنا كده كده بنينا بيت جديد الكاسيتا اللي هو المكان اللي هنا, ما تيجي تقعدوا فيه. البيت ده يعني تقريبا بقاله اسبوعين متشطب. فقالت انتوا محظوظين تعالوا اقعدوا فيه فور فري, قاعدين في البيت في الكاسيتا فور فري. هو الكاسيتا يعني اختصار التصغير لكلمه كازا, كازا اللي هو البيت, كاسيتا حاجه صغننه. فقالت ما تيجي تقعدوا في الكاسيتا. وكده كده اندي بياخد باله من الكلاب وفي العصفور اللي هم اللي هي عامله له ريسكيو. فاحنا قاعدين هنا بقالنا اسبوع ده اخر يوم لنا هنا. بس انا كنت يعني انا جايه لكم كده وانا لسه يعني قدامي ساعه وهمشي وروح البيت بتاعها التاني اللي على الشط مباشره. انا مش عايزه اطول عليك الفيديو فهعمل شورت كات للقصه لغايه هنا. بس تابعوا الفيديوهات الجايه عشان هكمل لكم بقيه القصه عشان انا طولت عليكم في الفيديو ده. اكتبوا لي ارائكم واكتبوا لي كان معايا حق ازعل, واكتبوا لي مثلا انتوا فعلا مستعدين تسافروا وتلفوا العالم باقامات مجانيه حول العالم فور فري في اماكن. انتوا شايفين البيت اللي انا قاعده فيه يا جماعه يعني بصراحه خيالي جميل جدا. انا قاعده هنا فور فري وكمان تشاتشا يعني كريمه جدا ان هي وقالت خلاص لان هم جايين يوم الخميس والنهارده يوم الثلاث. فقالت البيت بتاعها اللي هو على الشط هم اوريدي بيأجروه واللي مأجرينه هيمشوا النهارده. فبدل ما يعني احنا قاعدين هنا ايه رايكم تروحوا تقعدوا في البيت الشط فور فري. فاحنا رحنا نقعد اسبوع في البيت بتاعها. فاستنوا الفيديوهات الجايه هوريكم البيت بتاعها اللي على الشط وقصه تأجير المكان ده. انتوا مش متخيلين المكان ده سعره كام في الشهر يا جماعه. فتابعوني في الفيديوهات الجايه واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.